أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله. سبحان الملك القدوس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله. سبحان الملك القدوس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله. سبحان الملك القدوس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله. سبحان الملك القدوس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة.
اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا رب.